متى الحلم؟ القمر. متى الحلم؟ الحلم يمكن قبل يمكن كذا شهر، 4 شهور، 5 تقريبا، 5 شهور، 6 شهور. طيب، والقمر ده عليه زي الضباب ويجري بسرعة بسرعة بسرعة. أنا خايف من القمر هذا، قالوا إن القمر بيسقط على الأرض. قلت خلاص أنا ما رايح يعني أهرب أو أنحاش، بيطيح علي، ولو هربت أي مكان في الأرض بيطيح علي ونموت. قعدت شوي، طاح القمر قدامي. لما طاح القمر تكسر كستين، نص بالحالة والنص الثاني انقسم ثنتين. قلت الحمد لله ما متنا. ما متنا، مو ما مت، صارت جمع هالحين. يعني كل العالم يعني ما مات، مو أنا. زين زين، طاح في البحر، أبشرك. لا طاح في يعني في البر، طال عمرك، مو في البحر. إلا هو الصدق طاح في البحر. إيه. إيه. يا شيخ. أسلم، كمل، أعلمك بعدين. أنت طال عمرك في البر يعني، والبر يعني ما فيه إلا شجر خفيف جدا جدا. أنت هذه الرؤيا، وأنا كنت أنا يعني رأيت الرؤيا دي لما أذنت الأول، أذان الفجر أول مرة يعني لي 20 سنة مؤذن، وأنا أذنت إلا مرة واحدة بجرب أذان الأول، وأخذت يعني غفوة شوي في المسجد كذا دقيقة، بعدين رأيت هالرؤيا دي. طيب زين، والحمد لله يعني قلت الحمد لله يعني يعني أنا أتكلم عن نفسي. طيب. إني ما والناس انهم ما ماتوا يعني، حمد. لو سقط بيموت كلهم. لا بشرك، طاح في البحر. طيب حبيبي الله يسعدك، الصحراء كانت رمليه؟ لا زي الطينيه، وفيه الشجر ذا اللي ما يموت دايم طول السنه حي. ما يموت لا من شمس ولا من شيء. اي معروف شجر السام هذا. السام ايه، اللي ما تاكل البهم حتى. طيب اي ولا البهم ولا شيء. طيب الصحراء كان فيها تموج؟ ما في تموج، أرض يعني زي اللي مرتفعات ونازلات يعني ميم يعني مساوية. يعني تموج. اي خلاص، بس هذا يعني غريبة، شوف القمر يجري بسرعة مو بزي على الطبيعة. طيب الله يسعدك، يجري بسرعة بسرعة خلاص. قوية جدا. انت سمعت بالصاروخ الصيني اللي طاح قبل كم يوم؟ سمعت اللي طاح. خلاص هذا تحقق رؤيتك وتفسيرها. كيف؟ هذا رؤيتك يعني على القمر طال عمرك؟ نعم. خير إن شاء الله. الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله. مع السلامة.